بناء على تحليل المتخصصين واضح اننا بنخلط احيانا بين المرض النفسي والضغط النفسي اللي ممكن يخلي حد مسالم جدا يرتكب جريمة عنف لمجرد ان شايل جواه عقد وضغوط نفسية متراكمة من سنين طويلة، او حد خايف من فضيحة قدام مجتمع ما بيرحمش. لكن ده مش معناه ابدا ان كل المجرمين في الاصل ملايكة، لا، في منهم شهواتهم بتحركهم وبتخليهم يرتكبوا جرائم لا تليق بالإنسانية، علما بأن السلوك الإنساني السوي أرقى بكتير من أفعالهم دي. بعض الأسر إحصائيا تبين لي أن فيها تحرش اللي بالأطفال، الجنس بالأطفال، ومن أقرب الناس إليهم عم خال أخ أخوها، والأطفال أنا قصدي ولد أو بنت، والذكور بالعكس ده دول عرضة للتحرش الجنسي أكتر من الإناث. في هتك العرض في داخل الأسرة؟ وقاعة زوج لزوجته من خلف ده هتك عرض، خلاص قضاء حكم كده وجيب لك 100 قضية كده. هل في اغتصاب؟ أنا قعدت مع واحد في لومان أبو زعبل، وكنت أنا اللي طلبت أقعد معاه، مش ما كنتش الباحثين، وجابهولي المأمور لأنه اغتصب 3 بنات من بناته. هنقول طيب هو جاهل؟ لا مش جاهل، ده خريج بتاع تجارة. لا، كان بيشتغل في دولة عربية سعودية. نعم، كل دي حاجات خلتني عايزة اعمل دراسة حال عليه بقى، ده مهمة دي. ايه اللي عمل؟ المخدرات. زنا المحارم من الحاجات الخطيرة اللي موجودة في المجتمع، وفعلا من الحاجات المقفولة ومسكوت عنها، ومن أسبابها الرئيسية المخدرات اللي ممكن تذهب العقل بشكل كبير جدا، وبالتالي بياخد قرارات مش سليمة. الأسباب التانية إنك في الفقر، وكمان أوقات بيبقى كتير من الأسرة، في كتير عندنا من الأسر في المجتمع المصري كلها تقريبا 5-6 عايشين في نفس الأوضة، فبيحصل فيه نوع من أنواع التعرض الجسدي أو التعري الجسدي بشكل كبير جدا ما بينهم. واضح إن الأب ده عنده ميول جنسية تجاه الأطفال لأنه مسك 3 بنات بشكل مختلف، وبالتالي في نوع من أنواع الشذوذ اللي هو التوجه تجاه الأطفال، وأنه يترك الزوجة ويتوجه جنسيا إلى الأطفال أكتر من وجوده مع الزوجة. وأوقات العلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة بيحصل فيها نوع من أنواع الفتور أو البرود، فبيتحول الزوج الغير سوي إلى أنه يشيل الأم خالص ويختفي ويعوض ده مع الأطفال، وكلها حاجات سيئة جدا بتأثر على الموضوع وممكن تؤدي إلى زنا المحارم. كان حارس عقار في منطقة بولاق، وللأسف بنته صغيرة، بنت في حدود 15 سنة، استدرج البنت ديت لشقة العمارة اللي ماسك فيها، ماسك الإيجار بتاعها، وللأسف مارس معاها علاقة محرمة، وكان نتيجة دوت إنجاب طفلة. لحد النهاردة الطفلة ديت مش مسمى باسم والدها اللي هو أبوه أمها أصلاً، ولا ليها اسم تحدد لها دلوقتي. جريمة لطفلة كانت في بيتها دايماً بتقعد وحدها، لأن الأم والأب كانوا بيشتغلوا ومعاهم الطفل الصغير بيودوا الحضانة ويرجع بيهم، يرجع معاهم يعني. الحاجة دي كانت ممكن تاخد الوقت كله أو اليوم كله، لأنهم بيرجعوا مثلاً على الساعة 5، والبنت اللي معانا اللي هي الضحية والجاني والمجني عليها في نفس الوقت، هي على ما أظن عندها 12 سنة. ما كانتش الأب والأم بيتحكوا معاها ولا بيحكوا معاها، هي مجرد أداء ممكن تعمل الأكل لماما على ما تيجي من المدرسة، تعمل أي حاجة في البيت، ما عاشتش طفولتها، وكان الأب قاسي جدا عليها والأم. في جار تتبع خطوات الأب والأم وعرف أن البنت دي بتقعد لوحدها، فخبط عليها وقال لها أنا عمو وحبيبتي، وكان بيجيب لها كل الحاجات اللي كانت محرومة منها من الأسرة. واللي أهم كمان من الحاجات دي من الأكل والشرب هو الكلام الحلو اللي هي كانت محرومة منه من الأب والأم، فشافت فيه الحبيب، شافت فيه الأب المفتقدة الحاضر الغائب، وابتدى يقرب منها كل يوم، لكن هو كانت ميوله ميول جنسية شاذة. في حد من الجيران شاف الراجل ده بيتردد على البيت ده وهو الأب غائب والأم غائبة، فأول ما شاف أبوها قال له إني في جار بيطلع وأنت مش موجود. فالأب تصرف طبعا عشوائي جدا بإنه راح اتخانق معاه في الشارع، فهنا حب ينتقم منه وكلم البنت وقال لها أنا ولا باباكي؟ قالت له أنت طبعا. قال لها طيب قبليني بره وأنا هديكي حاجة عشان نرتاح من بابا وماما وإخواتك.
او اخوك يعني، فادها نوع من انواع السم تحطه في الاكل على ما تيجي بابا وماما واخوها صغير تكون هي عملت الاكل. وبالفعل عملت اللي قال عليه بالظبط دون تردد، لان هي اتربت تحت ايده هو من خلال العاطفه اللي بيوجهها ليها. اذا كان الاهل ما قدروش يعملوا علاقه عاطفيه مع اولادهم من هم صغيرين او بيسموها العلاقه الامنه، الطفل بيبدا في الوقت ده بيدور على هذه العلاقه في اي حد بره، ولما يبدا يدور على هذه العلاقه في اي حد بره مش لازم تكون علاقه سليمه، ممكن تكون علاقه بره كل المنطق ولكنها هي علاقه في الوقت ده هي علاقه البحث عن حياته وامانه، لانه مش لاقي الامان اللي المفروض ياخده من اهله. فلما بيندمج ويلاقي هذه العلاقه ممكن يضحي باي شيء لضمان هذه العلاقه. فإذا كان هي البنت دي في الوقت دي شايفة إن أهلها هم أهل سميين ليهم، ما كانوش بيهتموا بيها، لا ما بيرعوهاش، وطول الوقت سايبينها الوحيدة، فما حستش بالأمان والطمأنينة من تجاههم، وبالتالي لما لقت العلاقة في شخص، أي شخص قدم لها الإيد وقدم لها الاهتمام بقى بالنسبة لها أهم من أي حاجة في الدنيا. هي ممكن تتنازل عن وجود أهلها لكن لن تتنازل عن هذه العلاقة الغريبة اللي هي بالشكل ده، فممكن تضحي وتأذي أهلها كلهم.